L'édito. من المواضيع التي سيقع تناولها خلال أيام المؤسسة لهذه السنة هو موضوع انزلاق الدينار وحرية الصرف. اليوم المؤسسة التونسية تتعرف إلى إشكاليات الصرف على مستوى سوق الصرف. المؤسسة تواجه يوميا تبعات انزلاق الدينار، وعلى المستوى التشريعي ما زال مع الأسف التضييقات على عملية الصرف تحد من القدرة التنافسية للمؤسسة. بالنسبة لانزلاق الدينار هناك تأثير مباشر على المؤسسة، يتمثل في ارتفاع فاتورة التوريد، في عدم وضوح الرؤية في تحديد أسعار مبيعاتها، وهناك زاد تأثير غير مباشر عبر التأثير السلبي على الميزانية بارتفاع كلفة الدين، بارتفاع فاتورة الدعم للمواد الأولية المستوردة. هذا يدفع الحكومة إلى ترفيع في الضغط الجبائي على المؤسسة التونسية، وكذلك بطريقة غير مباشرة عبر تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي نتيجة التضخم المستورد. هذا التدهور ينعكس سلبا على الطلب للمنتوج التونسي، وبالتالي يقلص من رقم معاملات المؤسسة التونسية. بالنسبة لعملية الصرف هناك تساؤل، هل آن الأوان لتحرير عملية الصرف؟ لأن مجلة الصرف رغم كل الخطوات الإيجابية في الاتجاه الصحيح ما زالت تعيق المؤسسة التونسية في عملية التجارة الخارجية. هناك تضييقات غير مشرفة لاقتصاد ناشئ مفتوح على السوق العالمية مثل ما هو شأن الاقتصاد التونسي. المطلوب اليوم هو استقرار سعر الصرف، ولكن انطلاق من مستوى مخزون الدولة من العملة الصعبة، نعرف أن البنك المركزي غير قادر عن الحد من هذا الانزلاق، لأن جذور هذا الانزلاق تكمن في تفاقم العجز التجاري، وهذا العجز تعدى عتبة 10% في 2017 من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك سيتعدى هذه العتبة في سنة 2018. ونذكر بأنه تفاقم العجز ما جاش صدفة، هو نتيجة عدة أسباب من بينها ومن أهمها تعطيل عملية الإنتاج في قطاع الفوسفات والطاقة. المطلوب اليوم أكثر مرونة في تشريعات الصرف. اليوم بلادنا في حاجة إلى العملة الصعبة، وهناك كميات كبيرة من العملة الصعبة في السوق السوداء. هناك جملة من الاقتراحات من بين مثلا فتح حساب بالعملة الصعبة للمقيمين كي يتمكن من استقطاب جانب من العملة الصعبة الموجودة خارج المنظومة البنكية. وكذلك بالنسبة لمنح سفر الأعمال اللي يتمتعوا بها رجال الأعمال اليوم، ضروري أن يقع ترفيع فيها، وضروري كذلك أن يقع تحديد السقف بالعملة الصعبة ومش بالدينار التونسي. وأمام ارتفاع مخاطر الصرف ضروري زاد كذلك تطوير منظومة التصرف في مخاطر الصرف بإدخال منتجات متطورة للحد من هذه المخاطر. كل هذه المقترحات الأخرى هي ضرورية لتطوير عملية التجارة الخارجية ودفع التصدير، وكذلك ضرورية للحد من تنامي السوق السوداء، وكذلك ضرورية لجعل الوجهة التونسية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، ولكنها غير كافية للحد من انزلاق الدينار، لأن استقرار الدينار يتطلب إرادة سياسية قوية للحد من تعطيل الإنتاج لفرض احترام القانون، يتطلب إرادة سياسية لعقلانة المطلبية وربط الزيادات بارتفاع الإنتاجية، يتطلب وضوح في الرؤية على المستوى السياسي والاقتصادي. كل هذه الإشكاليات والاقتراحات سيقع تناولها في أيام المؤسسة التي ستنعقد يومي 7 و8 ديسمبر.